الاول خلينا نشوف اثبات السحب لما يوصل في المحفظة، وبعد كده هشرح لك ازاي تكسب كل يوم $1 بشكل مجاني من مشاهدة الاعلانات. طبعا الموقع بيدفع لك عملة البيتكوين، ولكن انت تقدر تسحب على اي منصة تعجبك. على سبيل المثال هسحب دلوقتي $55 واجزاء من السنتهات على محفظة الباير. تقدر تسحب على اي محفظة انت عايزها. دي المحفظة اللي هنسحب عليها دلوقتي، محفظة الباير بتاعتنا. ولو رحنا كده نشوف طبعا ده نفس العنوان. كل عليك حضرتك بمجرد ما بتوصل لاول سحب عندك بيكون 20 سنت الحد الادنى للسحب، بتقول له اسحب، بيقول لحضرتك تم السحب بنجاح. لو انت هتسحب مبلغ كبير بيقعد لحد 3 ايام، ولكن في العادي بيوصل في نفس اليوم. بعد 24 ساعة وصلت الرسالة، وبعت لك الموقع الرسالة بيقول لك ادخل محفظتك عشان تتأكد من السحب. دي طبعا المحفظة اللي احنا سحبنا عليها، سحبت على باير زي ما قلت لك. تقدر تسحب على اي محفظة انت عاجبها او اي عملة انت بتعجبك، زي ما طبعا حضرتك شايف اهو $55 و93 سنت من العملة، 39 سنت عفوا من العملة. الموقع هسيبه لك اسفل الفيديو، موجود عندنا في الموقع، هيفتح معاك بالشكل ده عشان تسجل. دي العملات كلها اللي تقدر تكسبها وتسحبها زي ما انا سحبت. بتدوس هنا على تسجيل، بتكتب طبعا اليوزر نيم بتاع حضرتك اللي هو اسم حضرتك، وبعد كده بتكتب الايميل وبتكتب الباسورد مرتين، بتعلم بالشروط والاحكام وتحل الكباتشة وتقول له اعمل حساب جديد. بعد ما بتعمل حساب جديد بيبعت لك رسالة على الموقع، بعد كده بيقول لك ادخل، بتدوس على رسالة التفعيل اللي وصلتك على الجيميل، وبعد كده بتدخل بالايميل والباسورد اللي انت لسه عامله. وبعد بمجرد ما بتدخل بتلاقي حضرتك صفحة الموقع بالشكل ده. ده طبعا الرصيد اللي كسبناه بعد ما وصل الرصيد، عشان قلت لك هتكسب كل يوم $1 بشكل مجاني. تكسب ازاي يا ابو الصحاب؟ اول حاجة بتدوس هنا على الثلاث شرط او على الخيارات، بتلاقي طبعا عندك هنا حاجات كتيرة، خلينا ناخدهم واحدة واحدة. اول حاجة بتدوس هنا على مشاهدة الاعلانات. مشاهدة الاعلانات فيها ثلاث صفحات، ركز معايا. احنا بتدوس هنا اهو على اول خيار طبعا في مشاهدة الاعلانات. هنا في عندك 5 صفحات، 10 بيتكوين، 10 ساتوشي بيتكوين، 9 بيتكوين، 8 6 4 3 2 1، وعندك هنا 5 صفحات. لو انت جديد هيفتح معاك صفحة واحدة بس، عشان كل يوم هيفتح لك صفحة تاني، واليوم التالت هيفتح لك صفحة اكتر، وهكذا بالتدريج. بتدوس على اول اعلان بيفتح لك صفحة موقع، اي موقع خارجي. بتسيب الموقع وبترجع هنا، بتلاقي حضرتك هنا العداد بيعد. طبعا هو بيقول لك هدفع لك مثلا، تتفرج 15 ثانية هندفع لك 3 ساتوشي و7 من 10، لو تتفرج اكتر من كده بيدفع لك اكتر. يعني كل ما تقعد اكتر كل ما بيدفع لك اكتر. نفس الكلام بتدوس على الاعلان بيفتح لك صفحة خارجية، بتسيبه ما بتعملش اي حاجة حتى ما تتفرجش عليه، ترجع للموقع بتاع حضرتك. بمجرد ما بترجع بيعد عندك هنا الوقت اللي موجود قدامك، وبعد كده بيدفع لك عملة البيتكوين. طبعا الموقع بيدفع عملة البيتكوين اهو، بص تتفرج على الاعلان بالشكل ده، وبعد كده بيفتح لك صفحة، وبعد كده انت ترجع على الموقع هتلاقي طبعا العداد بيعد واللايك بتاعك لو عجبك المحتوى، ومتشكرين على اللايك يا ابو الصحاب. بمجرد ما بينتهي العداد بيقول لحضرتك تم إضافة الرصيد بنجاح. الرصيد بيوصلك على الداش على أول خيار على عملة البيتكوين، وزي ما قلت لك في البداية تقدر تسحب على أي عملة أنت عايزها أو على أي محفظة، أنت بس تحط العنوان وتبدل، هو بيبدل لك البيتكوين لأي مكان. تاني خيار في مشاهدة الإعلانات، طبعا مشاهدة الإعلانات فيها 3 خيارات، بتدوس حضرتك عليها كده بيظهر لك برضو صفحة كمان. الصفحة دي بيكون فيها لا يقل عن 8 اعلانات. بص الاعلانات ده مختلفة شوية، بمجرد ما بتدوس على الاعلان بيكون في عندك هنا شريط بيتملي على حول التليفون، بيكون بقى حسب الوقت 10 ثواني 15 ثانية، وبمجرد ما بينتهي العداد زي ما انت عارف بترجع على الموقع بتاع حضرتك، بتلاقي عندك الرصيد في قلب محفظتك. زي ما قلت لك هو ما بيش تعمل حاجة غير انك انت بتدوس على الاعلانات، وبمجرد ما بتتفرج عليها حتى لو مش هتتفرج. ثالث خيار برضو في اعلانات، بس بتكون زي مقالة سلسة وسهلة جدا، بيقول لك 15 ثانية اهو 15 ثانية، وكل ثانية بيديك فيها 3 ساتوشي 4 ساتوشي 5 ساتوشي، تتفرج عليهم ازاي. تدوس على الصورة كده وهتلاقي طبعا ان حضرتك عندك مقالة، كل اللي عليك انك انت تستنى الوقت اللي هو موجود في الاعلان. يعني هو كاتب لك 15 ثانية فانت تستنى 15 ثانية، حتى لو مش هتقراها استنى في الموقع 15 ثانية، وبمجرد ما بتنتهي ال 15 ثانية بترجع على الموقع بتاع حضرتك بيقول لك تم إضافة الرصيد
بنجاح. المرحلة الثالثة، انت بمجرد ما بترجع على الموقع بتلاقيها طفت عندك او مش موجودة، معناها انك انت اصلا استلمت البونص بتاعها، والبونص بيوصل في الداش على عملة البيتكوين زي ما حضرتك طبعا شايف تم بنجاح. دي اول مرحلة، دي المرحلة دي ممكن تكسب منها لا يقل عن 50 سنت اللي هي من مشاهدة الاعلانات. باقي ال 50 سنت هقول لك ازاي تجمعهم. بتدوس حضرتك هنا على التلات شروط وبتدوس على حاجة اسمها فوست، خلينا نقفل دي احنا اشتغلنا عليها، وبتيجي هنا على حاجة اسمها فوست رابع خيار. في الفوست ده بيقول لحضرتك ان احنا عندنا كل العملات اللي انت شفتها في الشاشة، ولكن بتختار منهم اربعة تشتغل عليهم، الاربعة اللي يعجبوك يا ابو الصحاب. شوف عندك كل العملات اللي تعجبك، على سبيل المثال عملة الداش كوين او دوش كوين زي ما انت بتنطقها، بتدوس عليها بالشكل ده، بيكون بس 10 ثواني بيقول لك هتاخد الكمية ديت، فانت بتدوس كده بالشكل ده بتفتح لك عداد. فوق هنا عندك عداد اهو، وعندك من الاسفل تاخد البونص، وعندك على اليمين اللايك بتاعك لو عجبك المحتوى، ومتشكرين يا صاحبي على اللايك اللي لسه هتعمله. بتدوس خد البونص بعد ما بينتهي الوقت، بيقول لك تم اضافة البونص بنجاح. البونص بينضاف لك على عملة البيتكوين، يعني انت بتسحب عملة دوش كوين هو بيتضاف على عملة البيتكوين، انما انت تقدر بقى تبدل من عملة البيتكوين لعملة الدوش كوين او اي حاجة. على سبيل المثال عملة الترون او التريكس، بتدوس عليها كده خد البونص، بيفتح لك هنا 10 ثواني، هو الفوصل بيكون 10 ثواني فقط. بمجرد ما بينتهي الوقت من عندك بتنزل في الاسفل تقول له استلم البونص. ممكن يظهر لك كباتشا، ازاي كباتشا؟ او دول هنا بحضرتك بيقول لك اتفرج على الكباتشا، شوف انت بقى الكباتشا اللي تعجبك او السهلة بالنسبة لك. بتدوس هنا بتختار الصور زي اي كباتشا في اي موقع ربح. بمجرد ما بتحل الصورة اللي هي مطلوبة منك بيقول لك تم بنجاح، بتنزل تحت في الاسفل وبتقول له استلم البونص. بمجرد ما بتدوس استلام بيبقى البونص عندك في قلب محفظتك. احنا خدنا عملة الترون ولكن هي اتبدلت تلقائي على عملة البيت كوين، لان هو الموقع بيدفع عملة البيت كوين اهو زي ما انت شايف. هنعمل دلوقتي عندك عملة سولانا، زي ما قلت لك السامبور او الفو تختار منه 4 عملات. طبعا بتستنى الوقت من هنا، يعني كل ساعة ليك 4 عملات. شوف انت بقى العملات اللي هتعجبك او اللي هتشتغل عليها وتعمل بيها نفس النظام. بمجرد ما بينتهي بتقول له هنا استلام، وهكذا طول اليوم يا ابو صحاب. عندك 24 ساعة في اليوم تقدر تعمل كل ساعة 4 عملات، وهو عملة البي ان بي سمارت. هنعملها قدامك كمان ونقص لك الفيديو عشان ما يكونش طويل بالنسبة لحضرتك. وبمجرد ما بندوس على هنا بيبقى سلس جدا، العداد ينتهي من فوق، تحل الكباتشة لو ظهرت لك وتستلم البونص بتاع حضرتك. تالت طريقة بقى للناس الرايقة، للناس اللي هي مثلا عندها وقت كتير جدا، الطريقة دي ممكن تكسب منها اكتر من دولار على كل عرض. ازاي يا ابو صحاب؟ هتدوس على تالت خيار اسمها اوفرتس او اوفرتا باللغة اللي انت فاتح بيها. هنا طبعا في عروضات كتيرة جدا، ده موقع قلت لك عايز واحد رايق وعنده كده وقت عشان نظام العروض بيكون محتاج الوقت. العروض دي بتقول لك هتاخد حتى 19,000 ساتوشي، وزي ما طبعا قدامك هنا في بيوصل لحد 100,000 ساتوشي اللي هي عاملة 10 دولار. كل عرض هنا بيقول لك عليه ازاي تعمله، بيكون تطبيقات تحملها او اي حاجة تسجل فيها. على سبيل المثال بتدوس هنا بتترجم طبعا ايه اللي مطلوب من حضرتك، هو بيكون كاتب ليك انت هتعمل ايه. بيقول لك مثلا حمل التطبيق وافتحه واشتغل عليه او ما تشتغلش عليه، او في تطبيقات بتفتحها بس وبعد كده بتستلم البونص. يجب ان تكون هذا وتقرا ده الكلام الموجود عندك، هي سلسة وسهلة جدا. ولكن طبعا البونص ده بينضاف لك كل 24 ساعة، يعني مثلا خلصت بونص بتلاقي حضرتك البونص في قلب محفظتك. الموقع ده هو كنز الربح العملات المجاني.